السادة المشاهدين مساءكم خير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من 90 دقيقة. النهاردة آخر يوم ليا في 90 دقيقة، بس مش آخر يوم للأبد، أو مش آخر يعني حلقة، هي دي آخر حلقة في الموسم اللي احنا فيه. ليه؟ عشان أنا بستعد وهنبدأ من الأسبوع الجاي نصور برنامج اللي انتوا بتحبوه وأنا بحبه، ولأن أنا بحب أي حاجة فيها نجاح، ويا رب إن شاء الله السنة دي يعجبكم وينجح زي كل سنة. ده رمضان اللي جاي، ده الموسم الرابع للعرافة